المحاولة التي بإذن الله دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أسسوا لها، وسنشاهد ترجمة لها بإذن الله في لقاء القمة العربي الإسلامي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الرئيس ترامب الذي استطاع أن يقدم حقيقة شيء يتخطى من خلاله كثير من التقاليد وتجاوز كثير من العقبات وتجاوز كثير من التشويش الذي كان أحدث حتى على مرحلة الانتخابات الأمريكية. صحيح. وأنه ذاك التشويش اللي كان تعلق بالإسلام وكأنه نوع من عدم قبول المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية وأن هناك إجراءات تتخذ بشأنهم، إذن حدث هذا التحول وبدأ هذا الترابط وهناك انطلاقة جديدة فيها شيء من التكامل حتى مع الأديان السماوية الأخرى، ويبدو أنه هناك نظام جديد سيتشكل، ستكون فيه دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية جزء متغير، لا أقول في الأمن القومي لهذه الدول ولكن في الأمن القومي العالمي، والولايات المتحدة الأمريكية شريك وهناك شراكة أساسية، هذه الشراكة هي ضامن لهذه العلاقة وضامن لاستمرار هذا النمو وهذه التنمية وهذه المصالح المتبادلة التي بدأ الخليجيون